الباب السابع والستون وثلاثمائة. باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عريا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم، وأخفره نقض عهده، والصرف التوبة، وقيل الحيلة، والعدل الفداء. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم.